نبدأ جولتنا الإخبارية من العاصمة البريطانية لندن، حيث وقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة النسخة الإنجليزية من كتاب سموه حديث الذاكرة في حفل أقيم مساء الخميس في متحف التاريخ الطبيعي، وكان مليئا بالفعاليات كيف لا، وهو الحدث الثقافي الذي شد إليه الكثيرون الرحالة من أماكن بعيدة ليحظوا بنسخة من هذا الكتاب القيم. كما كان للعرب نصيب من الاطلاع على الجهد الأدبي والثقافي والتوثيقي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من خلال كتاب سموه حديث الذاكرة. أراد صاحب السمو حاكم الشارقة أن يضع بنات أفكاره في هذا الكتاب باللغة الإنجليزية حتى يتسنى لغير العرب الفرصة للعيش في ذاكرة سموه المليئة بالتجارب والقصص والأحداث والشخصيات. وفي مكان يليق بهذا الحدث في عاصمة الضباب العاصمة البريطانية لندن، اجتمعت الجموع من كل مكان ليشاركوا في حفل توقيع النسخة الإنجليزية من كتاب حديث الذاكرة. هذا الحفل الذي بدأت فعالياته بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة يرافقه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، وكان في استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم السكرتير الأول في سفارة دولة الإمارات بالمملكة المتحدة، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان وسعادة عبد الرحمن غانم المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة ثقافة والإعلام، والدكتور عمرو عبد الحميد مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة لشؤون التعليم العالي، وأحمد بن ركاظ العمري مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب، والدكتور خالد عمر المدفع مدير إذاعة وتلفزيون الشارقة، وأسامة سمرة مدير مركز الشارقة الإعلامي، وعدد من السفراء العرب لدى المملكة المتحدة وممثلي من دور النشر البريطانية إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الدولية المختلفة. معرض الصور هذا تجول فيه صاحب السمو حاكم الشارقة والضيوف مطلعين على عدد من الصور التوثيقية للفترة الزمنية التي تناولها كتاب حديث الذاكرة في جزئه الأول، ليستكمل بعدها السيد نايجل نيوتن مؤسس ورئيس دار بلوسنبري للنشر يستكمل الحديث حول الكتاب ومحتوياته مستعرضا أهم محطاته الزمنية والأحداث الدراماتيكية التي ساهمت في إحداث التحول لدى الدولة الفتية الناشئة دولة الإمارات. مثل هذه الفعالية لها تأثير كبير على تعميق العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات وبين بريطانيا، وطبعا صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي ما في شك ان له دور كبير في هذه العلاقات. وفي الأمسية التي حضرتها أيضا الشيخ بدور بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، وأماني آل علي المدير التنفيذي لمكتب الشيخ بدور بن سلطان القاسمي وجمع من المهتمين، ألقى جافن إسلر مؤرخ وأديب وإعلامي بريطاني كلمة بهذه المناسبة أبدى فيها إعجابه بمؤلفات وكتابات صاحب السمو حاكم الشارقة التي يستشعر من خلالها بالشخصية القيادية لدى المؤلف في توثيق مجريات الأحداث وسرد القصص بما يتناسب مع مكنونه وشخصه حتى يفهمها ويعيها من يأتي بعدهم من أجيال. دايما الثقافة هي عنوان نشاطه، وبالتالي الحقيقة ده يعني سفير فوق العادة للثقافة العربية بحكم ما يعني يمثله من مثل وسامية تعبر عن الإنسان العربي والقائد العربي في أحسن صوره الحقيقة. وهنا خط صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوقيعه على عدد من النسخ المترجمة للغة الإنجليزية من كتاب حديث الذاكرة قدمها سموه كإهداء للحاضرين من الشيوخ وأصحاب سعادة السفراء وضيوف الحفل. لأخبار الدار منى الرئيسي.